بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله، الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. قال رحمه الله تعالى: باب ما يدعى به للمريض. لو تنانزا ملانغوا 145 طبعا تلقوا تايرت مشاسوما حديث يا كوانزا شين يا ملانغو هو أمباو ونيوي ونا حديث تيسا ويوتو مسالي ونا حديث ناني. باب ما يدعى به للمريض، mlango unaozungumzia dua ambazo anaweza kuombewa mgonjwa miongoni mwa dua zilizothibiti kutoka kwa Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kama tunavyojua ar-ruqyatu ash-shar'iyya, ruqya ya kisheria, inaweza kuwa kwa maneno ya Allah, yani bi qira'ati al-Qur'an, lakini kadhalika bil ad'iya al-ma'thura عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أكوادوة زلزوبوكيليوة كتوكك ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الحديث الذي نبدأ به اليوم قال: وعنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حديث يبيلي سابنا حديث في 192 من أول الكتاب، قال: وعنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يعود بعض أهله يمسح بيده اليمنى ويقول: اللهم رب الناس، أذهب الباس، واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. متفق عليه. حديث يعني بكي على الإمام مسلم والبخاري في صحيحيهما من حديث عائشة رضي الله عنها قال: وعنها، أي وعن عائشة. ناكتوكا كبي عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يعود بعض أهله، متوم عليه الصلاة والسلام أليكو أمرا نجيني أنا بواتنبليا باذي أهل زاكي، يمسح بيده اليمنى، أنا مبنغوسا مغنجوا كم كنواكي وكليا، ويقولنا أنا سيما دعاهي: اللهم رب الناس، أي الله مولا مليزي وواتو، أذهب الباس، يوندوشي مراذي كوهو مغنجوا، واشفي أنت الشافي، نمبوني حكيكا بيوين دي مبونياجي، لا شفاء إلا شفاؤك، hakuna ponyo iliyokamilika isipokuwa ponyo yako. Shifaan la yughadiru saqama, ponyo litokalo kwako ni ponyo ambalo haliachi maradhi. La yughadiru saqama ay la yatruku marada. Wanasema hadhul ilmi alayhi rahmatullahi ta'ala, maana hii dua ni kumwomba Allah azza wa jalla amponye mgonjwa, na huyo mgonjwa asiumwe maradhi mengine baada ya kuondokewa na hayo maradhi aliyonayo. Ndio maana dua mwisho inasema shifaan la yughadiru saqama, mponye, yani ponyo ambayo haitamwachia ugonjwa, kwa sababu mara nyingine inawezekana ukapona ugonjwa huu lakini ukaibuka ugonjwa mwingine. Ulikuwa unaumwa majipu, yanapona majipu, imekuja homa. Ulikuwa unaumwa homa, imepona homa, imekuja kifua. Kwa hiyo hadha dua unaombewa shifa kwa maradhi ulionayo, lakini kadhalika hayo maradhi yakiondoka iwe ni shifaan la yughadiru saqama, fahuwa addua bishifai almutlaq, la di mutlaq alshifa. Kwa hiyo hii ni dua ambayo inaomba ponyo iliyokamilika, si ponyo tu kwa ajili ya maradhi yale yaliyopo. Idhan hii ni dua miongoni mwa dua alizokuwa anaziomba Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam kwa kumwombea mgonjwa. Maana yake min al-ad'iya al-mujarraba, ni katika dua mujarrab. Allahumma rabban nas, adhhibil bas, washfi anta ash-shafi,
لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. kwa mwenye mtoto anaweza kumwombea mtoto wake, mwenye mke anaweza kumwombea mke wake au mgonjwa mwingine yoyote. Na tufanye kile alichokuwa anakifanya Mtume alayhi salatu wasalam, madamu unayemfanyia ni halali kwako kumfanyia hivyo. Antamsaha biyadika al-yumna, huwa unampangusa kwa mkono wako wa kulia kama ni kichwa au mfano wake, alafu unamwombea هذا الدعاء. قال عن أنس رضي الله عنه أنه قال لثابت رحمه الله ألا أرقيك برقية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال بلى. قال اللهم رب الناس مذهب الباس اشفي أنت الشافي لا شافي إلا أنت شفاء لا يغادر سقما. رواه البخاري رحمه الله تعالى. حديث يعني بقال الإمام البخاري من حديث أنس بن مالك أنه قال لثابت أنس بن مالك ألويكم أنبياء ثابت البناني ثابت هوني كتك وبوكيزي وكوبا كتوكا كوا أنس بن مالك يعني كتك ونفنزي وكوبا أنس بن مالك قيو أنس بن مالك ألويكم أنبياء ثابت رحمه الله تعالى ألا أرقيك برقية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لعل ثابت يلقوا هجسكي بزوري يلقوا مغنجوا أناس بن مالك أنا كمان بيه وناوناجي نسيكو زنقوة زنقوة لمتومي عليه الصلاة والسلام. الرقية زنقوة زنقوة وزنقوة زنقوة إكيوا زنقوة يعني هapo ni kuzinguana kutafutiana matatizo, lakini ni zunguo bidhammi zai zunguo. ala arqika bi ruqyati rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, vipi ni si kuzungue zunguo la mtume alayhi salatu wa salam, yani ruqya ile ambayo mtume alikuwa anaisoma. qala bala thabit albunani, akasema ni zungue. قال أنس بن مالك كسوما هي دعاء. طبعا نكما إلي دعاء إلي وتنقليا سيما كنا اختلاف كدوغو في بعض الألفاظ لكن المعنى واحد. اللهم رب الناس يعني اللهم يا رب الناس أي الله مولا مليزي وواتو مذهب الباس ونيوندوش يا مراذي إيش في أنت الشافي مبوني هو يمقونش وين دي مبونياجي لا شافي إلا أنت أكون مبونياجي سبوكوا ويوي شفاء لا يغادر سقما unaponya uponyaji ambao hauachi maradhi, yani mponyo uponyaji ambao hauachi maradhi. طبعا هي دعاء inakujisalimisha kwa Allah azza wa jalla na kuomba maombi ya moja kwa moja Allah akuponye, lakini hii haina maana kwamba uache sababu nyingine ambazo zinaweza kufanyika ikiwa ni pamoja na hiyo dua. Lakini kama kuna dawa nyingine pia unaweza kutumia, hii dua haikuzui kutumia hiyo dawa, kama ni asal, habatu sauda, hizi dawa za kiasili au hata dawa za kisasa. Kwa hiyo haina maana kwamba unaposoma ruqya kama hivi kusalimu amri kwa Allah azza wa jalla kwako inakuwa marufuku kutumia dawa hizi za hospitali au za kienyeji, madam ni halali hakuna katazo hilo. ففي الحديث جواز أو دليل على جواز الرقية من كل الآلام. حديثي إن أشاهدي جوية كفاء زنقوه وكلا وغنجوة يعني زنقوه سيكون يمسي تو كما بمتو أنا مجين دو أنا صنوع رقية هبانا حتى هما نصنوع رقية. وقد ذكرنا كما شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عليكم سمي رقية متو مني مجيبو 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 السنوى رقية متو أنا مجيبو نمجيبو يالي ألي تنبوك ما شاء الله السنوى قولي الله عز وجل وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر مجيبو يا كمال زكا واستوت على الجودي. إذن الرقية سيو كسبابتو يا يعني يا مس كما هو المعتاد عند الناس بذي رقية أمتو أنا زنقولي وحتى كمراضي يا كويدة.
na hii ni dalili ala dhalik. Fadhahir ni kwamba ثابت البناني لابد هكونا مس حتى هواكي ومتومي عليه الصلاة والسلام من بول قوانا وصمي رقية سيوكم بول قوة ونمس ناهين دليلكم بأن الرقية كان أمرا فاشيا معلوم بين الناس ناهين ونيشكم برقية نكيتو قلتوكوكي نجولي كان قواتم تومي القوة نفانيا نما صحب ذاك كذلك والقوة نفانيا وأجمع العلماء على جواز الرقية na wanazuoni wamefikiana juu ya kufaa zunguo na nyinyi pia mara nyingine mnaenda kwa watu mnawazungua mnasomea Qur'an lakini wanasema inafaa pale ruqya inapokuwa bi kalamillahi ta'ala kwa kusoma Qur'an au kwa maneno ya Allah na sifa zake anaomba au kwa kusoma kitu ambacho kinaeleweka maana yake sawa sawa kuna wale wazunguo hata ukimsikiliza mzunguaji hajulikani huyu anasoma Kiarabu Kiswahili au lugha gani wenyewe anasema anarogonya mnajua kurogonya yani anazungumza maneno haeleweki anazungumza maneno gani hiyo ruqya haifai kwa hiyo iwe kwa Qur'an au haya maombi yaliyothibiti kutoka kwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam au inawezekana kwa lugha nyingine sio ya Kiarabu lakini yawe maneno ambayo yanaeleweka kwa sababu unaweza ukamwambia mtu ruqya kwa Kiswahili ya Allah mponye muondolee maradhi hii si Kiarabu lakini ni dua ambayo inaeleweka kusoma maneno yasiyoeleweka ukawa unarogonya hadhihi ruqya ghair thabita ruqya hii ni ruqya ambayo haijathibiti na hiyo imekatazwa kwa sababu ruqya iko aina mbili ruqya shar'ia na ruqya ghairu ash-shar'ia kuna ruqya ya kisheria ambayo inna bil Qur'an au bil ahadith au thima yu'rafu maanahu min al kalam na ruqya ghaira shar'ia ni ile ambayo inakwenda kinyume na hapo Ibn Abd al-Salam rahimahullah ta'ala aliuliza kuhusiana na ruqya bil huruf al muqatta'a mtu anasoma ruqya kwa huruf al muqatta'a alif lam mim alif lam ra ya sin qaf nun yani anadili na hizo tu كاف ها يا عين صاد الف لام ميم را يعني انا نيفو هذه الحروف المقطعه الف انا اسوم رقيه فمنع منها اكسم هكونا رقيه سامبل هيو طبعا الحروف المقطعه ني سهمه ketika ayat za Quran kwenye baadhi ya suwar lakini kubaki na hizo tu kwamba kwanza alif lam mim sad kaf ha ya عين صاد الف لام ميم را حاميم نون دون صوب رقية ومكتاز هذا العلم رقية سمبول هيو كما ني قرآن بس صوب قرآن كتك متريكوك وين دلزوك قال وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال عادني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال اللهم اشف سعدا اللهم اشف سعدا اللهم اشف سعدا رواه مسلم حديث يمبوكي الإمام مسلم من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه ومسيما سعد عادني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ألي ويكوني تنبلي أمتومي عليه الصلاة والسلام يعني البقوة مقنجوة فقال كتكيالي ألي ويسيما عليه الصلاة والسلام ألي سيما هاي اللهم اشفي سعدا اللهم اشفي سعدا اللهم اشفي سعدا مرتاته Ewe Allah mponye Saad Ewe Allah mponye Saad Ewe Allah mponye Saad Hii ni dua ya kumwambia shifa Umuman Kwa ujumla Na mtume alayhi salatu wa salam Amekariri hii dua Kwa kuonyesha ihtimam Na katika asbabu za kujibiwa dua Ni pamoja na al-ilhah Ilhah ni kule kukariri Wajaa fi baadhi al-athar إن الله يحب الملحين في الدعاء الله anawapenda wale wanaofanya ilhah katika dua ndani ya Qur'ani imetumika neno ilhafa la yasaluna an-nasa ilhafa ile ilhafa ni ile kuomba rejareja kwa hiyo kumuomba binadamu rejareja si kitu kizuri lakini kumuomba Allah rejareja ni kitu ambacho Allah anapenda والله يغضب ان تركت سؤاله وبني ادم حين يسال يغضب فايو مره nyingine التكرار في الدعاء ni min asbabi
الإجابة كله kukariri katika dua ni miongoni mwa sababu za kujibiwa, na taban anayeomba hatakiwi kukata tamaa, aombe mara nyingi zaidi iwezekanavyo. Leo omba, kesho omba, kesho kutwa omba, wa hakadha. Kwa hiyo Mtume alayhi salatu wasallam anatufundisha kwamba min adabi dua ni pamoja na alilhah, na hii inaonyesha mazidi lihtimab wa al-i'tina minhu sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kwa hiyo hata wewe unaweza ukaomba dua hii kwa mgonjwa: ewe Allah mponye fulani, ewe Allah mponye fulani, ewe Allah mponye fulani, wala alla Allah an yatakabala minka dua. Kwa hiyo ushindo kuhifadhi zote, hii pia ushindo kuhifadhi. Allahumma shfi saliman. Nani anaitwa Salim hapa? Kuna anayeumwa leo? Au mimi mwenyewe nina mafua, natakiwa nijiombee dua. قال عن أبي عبد الله عثمان ابن أبي العاص رضي الله عنه أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وجعا يجده في جسده، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ضع يدك على الذي تألم من جسدك وقل بسم الله ثلاثا وقل سبع مرات: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. رواه مسلم. حديث ابن بكر الإمام مسلم من حديث أبي عبد الله عثمان ابن أبي العاص رضي الله عنه. حبت نفنديش دعاء نجيني مجرب. طبعا دعاء زوجة زمتوني مجربة. عبد الله أبو عبد الله أبين عثمان ابن أبي العاص شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وجعا يجده في جسده. وجع يعني الألم. هو يبانا alimuelezea Mtume alayhi salatu wasallam maumivu na uchungu anaoupata katika mwili wake kwa sababu ya maradhi. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam, bwana Mtume akamwambia alayhi salatu wasallam: dha yadak ala alladhi taallama min jasadik, weka mkono wako sehemu ambayo una maumivu. Kama ni kwenye kichwa, weka mkono kichwani, bega begani, mguu mguuni. Waqul, nasema haya maneno, sema mwenyewe sasa: bismillah, sema bismillah thalatha, mara tatu. Kwa hiyo bismillah, bismillah, bismillah. Idhan thalatha huna almaqsud minhu aladad, sio kwamba anasema na hili neno bismillah thalatha, hapana, anasema bismillah, bismillah, kwa maana mara tatu. Sema bismillah thalatha, wa qul sab'a marrat, nasema baada ya hapo mara saba. Sema haya maneno mara saba: a'udhu bi'izzati llahi wa qudratihi min sharri ma ajid wa uhadhir, mara saba. Hii ni ruqya ambayo Mtume kaifundisha ili mtu ajisomee mwenyewe. Kuna zile ambazo labda unasomewa na mwingine, na kuna za kujisomea wewe mwenyewe kadhalika. Lakini hizi dua zote zilizotangulia, hata ile ambayo Mtume alikuwa anasomea ahli zake, hii ambayo Anas kamsomea Thabit, mtu anaweza akajisomea mwenyewe. اللهم رب الناس هذه بالباس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. سمع هاي منين مره سبا: اعوذ بعزه الله وقدرته, نجلين دك وتكفو الله نوزو واك مكبوا, من شر ما اجد, kutokana na ubaya wa kile nilicho nacho, haya maradhi nilionayo, wa uhadhir, na kile ninachokichelea ninachokihofia. Yeye unamuomba Allah kuondoshie haya maradhi ulionayo na kukinge na maradhi unayoyahofia mbeleni. Ndio maana ya hii dua: a'udhu bi'izzati llahi wa qudratihi min sharri ma ajid, kutokana na ubaya wa hichi nilicho nacho, maradhi ninayoumwa, wa uhadhir, na kile ninachokihofia mbeleni. Kwa hiyo unamuomba Allah shifa ya sasa na shifa ya baadaye, yani ya shifaul mutlaq. Ndiyo maana anasema al-Imam al-Tibi rahimahullahu ta'ala, akielezea maana ya hii dua: min sharri ma ajid wa uhadhir, yani maana yake ta'awadh au ta'awadha min makruhin wa waja' wa mimma yatawaqqa husuluhu fi al-mustaqbal. Hatha maana yake mtu anajikinga kwa Allah kutokana na maradhi aliyonayo kwa wakati huo, na kile ambacho anahofia katika maradhi atakayomtokea baadaye, pia anayeombea shifa in advance. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من عاد مريضا لم يحضره أجله فقال عنده سبع مرات: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك إلا عفاه الله من ذلك المرض.
رواه أبو داود والترمذي وقال حديث الحسن وقال الحاكم حديث صحيح على شرط البخاري وصححه الألباني في صحيح الجامع. أنا سيمولي عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كتوكا قمتوم عليه الصلاة والسلام كوا مسيما من عاد مريضا يويوتي أتكيم تنبليا مقونجوا لم يحضره أجله مقونجوا أمباي كيفوشاكي هكي جفكا أجلياكي هكي جفكا فقال عنده سبع مرات أكسيما كمومبيا مقونجوا هويو وهويو مقونجوا مرة سبع هاي منينو أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك نمومب الله تكوفو مولا وعرش تكوفو أكوبوني إلا عفاه الله من ذلك المرض إسبقوا إكيوم بودوهي الله تنبوني هو يمجونج وكتوكاين مراذي اليونايو يعني متومي أنا توكي كشي وكسوما هي دعاء أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك وكم سومي يمجونج سبع مرات أنا بونا. طبعا وانا سمع هذا العلم بفضل الله ورحمته وفضيله ذا الله ورحمه ذاكه سابو يلي ما بوان باوي الله كجواجب الشيء لفضله ورحمته ايضا وابو اليوسين من اهل العلم الا عافاه الله من ذلك المرض اسبقوا الله تنبونيه يمجونجو كتوكان هايو مراضي بالي امبابو هيو دعاء يتكمليش ما شرط يدعاء إلا عافاه الله من ذلك المرض وابو اليوسيما هي إن أكسوديو قمبا مارا نينجي الله ويكبالي هي دعاء سيو مارا زوت بالي مارا نينجي كوي على كل حال يولي مسوماجي نتكيو عين يقيني كتكوي سوما هي دعاء لعل الله تتقبل هي دعاء سبع مرات مارا سبع ناهيزي دوة نتكيو تسومي كوي دادي تنتكيو تزنجاتي دادي بسم الله مراتاتو مراتاتو أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وحاذد مرساد مرسابة أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك مرسابة كذلك أيضا هي دعاء ونعزوك اليوم بها منيوه أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيني سبع مرات أيضا ملانغو كوازي كتك هيلو. إذن في الحديث استحباب الدعاء للمريض بهذا الدعاء وتكريره سبع مرات حديث هنا ونشكم بين بنديزا كمومبيا مقونجو هي دعاء نكو يكرير كذلك مارا سبا وأيضا كتكيالتنا ويونا كتك حديثي أن الأجل إذا حضر لم يرده شيء كيف كنبو فيك هكيرونيش فينا چوچوتي أتو كسوما دعاء مجرب سوما رقيا زوتي زاردين بنقوني كما أجل نفيك إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون وهكذا أكون أبايا نفيزك كزوية أجل فكذلك هي دعاء لدعاء مجرب لكن كان مقونجوا كيف تشاكك نفيك حتى كفته. قال وعنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل على أعرابي يعوده وكان إذا دخل على من يعوده قال لا باس طهور إن شاء الله رواه البخاري. حديث يعني بكي الإمام البخاري من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كومتوم عليه الصلاة والسلام دخل على أعرابي يعوده ألكونكم تنبلي أمبلوي فلاني وأراب وملماني وكو بنغاتا وكان إذا دخل على من يعوده قال نمتوم عليه الصلاة والسلام ألكوا نبو إنجي أقوالي أنا وتنبلي كتك أقونج وأنا سيما هيا منينو كتك يالي أليوكوا أنا سيما لا باس طهور إن شاء الله نكافي لك سيما وتبونا إن شاء الله لا بأس هكونا وبايا طهور إن شاء الله وتتكسيك وتكانا هاي مراذي إن شاء الله طبعا كدعاء هاي فايك سيما إن شاء الله يعني متومي مسينا من بوم بازمييني فإن الله لا مستكره له الله هكونا وكم كريهيشا كم لازميشا نامي كتازا كسيما اللهم اغفر لي إن شئت الله نسميه وكتاكا بل سيما تو الله نسميه كي هابا إذا هي لكن دعاء نكون إن شاء الله
لا بأس طهور إن شاء الله لكت كدعاء تتكيك ويك إن شاء الله كم بأي الله نكون ببيبو إن شاء الله يعني الله نسميه مذن بيانغو كتاكا كسابو إن شاء الله مناكي بالي الله نبتاكا كوي كت كدعاء هي هي كوي لكن أنا تشيليزا هذا العلمي kilichopo hapa ni matarajio ndio maana ikaikwa insha Allah la basa tahuru insha Allah kama vile tunataraji utapona insha Allah. Kwa hiyo haya maneno yametoka matoko ya matarajio sio matoko ya addua ndio maana ikafaa kuweka insha Allah. Na hii taban yani maneno maarufu ya kumwambia mgonjwa tuseme la basa tahuru insha Allah. Kadhalika hii ni sunna miongoni mwa sunna ambazo anaitembelea mgonjwa anatakiwa pia aitambue ikiwa ni pamoja na kusema haya maneno. Na inasemekana huyu mbedui alipoambiwa haya maneno na Mtume alayhi salatu wasalam akasema hii ni homa bana imemzidia huyu mzee mtu mzima itampeleka makaburini. Alisema hivyo. Bal humma tafuru ala sheikhin kabirin tuziruhu alqubur. Hii homa inachemka kwa huyu mzee kwa maana yeye na inavyoonekana hii homa itanipeleka makaburini. Mtume akasema fana am idhan. Kama ndio hivyo sawa hii kweli itakupeleka makaburini. Nafikiri ilimpeleka kweli makaburini. Yaani ilikuwa ni sababu yake ya kufa. Alitakiwa asingize haya maneno. La basa tahur inshallah inshallah na wewe pokea dua. قال عن نبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا محمد اشتكيت؟ قال نعم. قال بسم الله يرقيك من كل شيء يذيك من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك بسم الله يرقيك. رواه مسلم حديث عن بكر الإمام مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم جبريل الكوجة كمتومة عليه الصلاة والسلام فقال أكسيما يا محمد اشتكيت أي محمد ونوموا أنت اشتكي مرضا. قال نعم ونمتومة أكسيما نيو نأي الكوة نوموا نبي الشوي كروق ومتومة عليه الصلاة والسلام نم يهودي ناني نيتو ابن لبيد المروق ومتومة kwa kutumia zile nywele zake zilizobaki kwenye kichana funga funga mairizi yakatumbukiza kwenye kisima. Kwa hiyo mtume akarogeka. Wakaja malaika wawili wakawa najadiliana kwamba karogwa na nani, uchawi uko wapi? Ikaanza kama vile njia fulani ya kupewa taarifa. Uchawi ukaenda ukatolewa kule ukasambaratishwa, mtume alayhi salatu wasallam akapona. Na taban mtume alikuwa katika hifdhi. Lakini hili limtokea inawezekana kwa mafunzo mengi kwamba na yeye pia ni binadamu, lakini pia kufunzwa tiba ya kisheria kwa vitendo. Lakini kuumwa hivi kawaida homa nini alikuwa anaumwa alayhi salatu wasallam. Na yeye alikuwa kiuma kama mara bana alikuwa anaumwa kisawa sawa yani alikuwa haumwi kitoto alayhi salatu wasallam. Na aliwahi kusema mimi ninavyoumwa ni kama watu wawili miongoni mwenu kuumwa. Yaani maradhi yake pia alikuwa ni maradhi maradufu. Ili alipwe malipo maradufu. Ya Muhammad ushtakaita, eh Muhammad unaumwa? Qala na'am. Ndio. Ruqya akafanyiwa sasa na Jibril. Kwa hiyo hata Jibril mwenyewe amefanya ruqya kumfanyia mtume alayhi salatu wassalam. Akasema hamenu bismillah yalqika. Kwa jina la Allah na kuzungua sasa. Min kulli shay'in yudhika, kutokana na kila kinachokukera, kila maradhi yanayokuudhi, Allah akuponye. Min sharri kulli nafsin aw aynin hasidin, kutokana shari ya kila nafsi au jicho lenye husda, Allahu yashfika, Allah kuponye. Bismillah yarqika, kwa jina la Allah na kuzungua. Aidan katika faida tunazopata katika hadithi hii ni kufaa kumuelezea mtu maradhi an tariqi bayan alwaqi min ghairi tadajjur wala tabarrum. Inafaa kumuelezea mtu maradhi bila ya kushtaki kama vile umeonewa. Maana kuna mtu akikusimulia au akikuelezea anaumwa, yani kama vile hakutakiwa kuumwa. Hiyo haifai. Ili kuelezea maradhi kama vile unamshtaki Allah kwa waja wake, la yajuz. Lakini kumuelezea mtu tu kwamba unaumwa katika kumjulisha tu hali yako, laisa fihi bas. Na hasa ukitaraji labda huyu ni mtaalamu wa dawa fulani, kama vile tunavyowaambia wagonjwa, tunavyowaambia madaktari.
Kwa Jibril kaja kwa mtume alayhi salatu wasalam akamuuliza unaumwa, mtume akasema naam. Kwa hiyo akasema adhul ilmi, hii maana yake inafaa kuelezea maradhi uliyonayo katika kubainisha uhalisia, sio katika kulaumu. Wa illa kama kuna haja anyamaza upambane na hali yako. Aidan faida nyingine ya ziada tunayoipata na hii faida inajikariri ni kwamba raqi, msomaji wa ruqya, kama tulivyoona ruqya iwe kwa majina ya Allah na sifa zake na inapozingatia utaratibu wa sheria, insha Allah Taala inatarajiwa kwamba itakuwa ni sababu ya hayo maradhi kuondoka. Hii pia inatufunza kwamba katika dawa mujarrab kwenye maradhi ni pamoja na ruqya. Na Jibril alayhi salam kumtibu mtume kwa ruqya ni kuonyesha kwamba ruqya ni kitu mujarrab. Ziko namna nyingi za kutibia, inawezekana ingekuja tu akamuelekeza mkishamba, e bana, hapo mtawa nyuma, hapo nyuma kwa mzee Abu Jahali kuna mwarobaini, kachukua mizizi yake vizuri sana. Mtume angeenda kuchukua mizizi labda ya mwarobaini akachemsha akanywa. Au hapo nyuma kwa Abu Jahali, sijui kwa nani, kuna mnuka uvundo hapo, chukua majani changanya na maji, oga nayo, utapona. Lakini alimsomea ruqya. Kwa hiyo hii inaonyesha ni katika dawa mujarrab ni pamoja na ruqya, lakini iwe ruqya ya kisheria. Hadithi ya mwisho tunahitimisha nayo fil bab. Qala ala bi Sa'id al-Khudri wa Abi Hurairah radhiyallahu anhuma annahuma shahida ala Rasulillah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam annahu qala man qala la ilaha illa Allah wallahu akbar صدقه ربه فقال لا إله إلا أنا وأنا أكبر. وإذا قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له قال يقول لا إله إلا أنا وحدي لا شريك لي. وإذا قال لا إله إلا الله له الملك وله الحمد قال لا إله إلا أنا لي الملك ولي الحمد. وإذا قال لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله قال لا إله إلا أنا ولا حول ولا قوة إلا بي. وكان يقول من قالها في مرضه ثم مات لم تطعمه النار. ما شاء الله. رواه الترمذي وقال حديث حسن وصححه الألباني في صحيح الجامع. حديث يبكي الإمام الترمذي من حديث أبي سعيد الخدري فموجن أبو هريرة رضي الله تعالى عنهما أنهما شهدا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال ومتوه شهيد ومشهودي أبا جو يمتومك ومتومي مسيما هيا منينو عليه الصلاة والسلام ومسيما سيسي مشهيد ومتومي كسيما هيا منينو يفوتايا كسيما جمتومي من قال يويوت يتكسيما لا إله إلا الله والله أكبر hakuna mola pasiyoku abudiwa kwa haki isipokuwa Allah na Allah ni mkubwa. Sadaqahu rabbuhu, Allah anamsadikisha huyo mja wake. Allah naye anasema la ilaha illa ana wa ana akbaru, hakuna mola anayestahili kuabudiwa kwa haki isipokuwa mimi na mimi ndiye mkubwa. Yani Allah anamsadikisha mja wake kwamba mja amesema kweli. Wa idha qala la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu, na mja anaposema hakuna mola pasiyoku abudiwa kwa haki isipokuwa Allah peki yake hana mshirika, Allah naye husema la ilaha illa ana, hakuna mola pasiye kuabudiwa kwa haki isipokuwa mimi wahdi peke yangu, la sharika li, sina mshirika. Wa idha qala la ilaha illa Allah lahul mulku wa lahul hamdu, na mje anaposema hakuna mola pasiye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah, wake ufalme na zake sifa za ukamilifu. قال الله نسيب لا إله إلا أنا هكونا مولا بسيك وابدوك وحقي سبك وميمي لي الملك ولي الحمد فالمني وانغو نسيف زوك مليف نزانغو. وإذا قال لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله, لم جانا بسيما هكونا مولا بسيك وابدوك وحقي سبك والله هكونا حيل ولا نقوف سبك وكو الله. قال الله نيه سيما لا إله إلا أنا hakuna mola anayepasa kuabudiwa kwa haki isipokuwa mimi, wala haula wala quwwata illa bi, na hakuna hila wala nguvu isipokuwa kwangu mimi. Wa kana yaqul, na alikuwa anasema man qalaha fi maradhihi, atakayesema haya maneno akiwa anaumwa. Maneno gani? La ilaha illa Allah wallahu akbar, la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu,
لا إله إلا الله له الملك وله الحمد لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. هاي منين واتكيسما في مرضه أكيوا كتك مرضي نوما ثم مات كيشا كفا لم تطعمه النار هو هتلي ونموته كلغة نبيسي هتا شوم ونموته ما شاء الله. يعني هاي منين نزيد يا رقية رقية متو نصوم إلي وبونه lakini haya unayosoma kwa ajili ya kutafuta usalama baada ya mauti. Aidan katika faida tunazopata kwenye hadithi hii, hathul maridha ala dhikr, ni mgonjwa kuhimiza juu ya kudumu na dhikr, sababu haya maneno yote yanaingia katika adhkar. La ilaha illa Allah wallahu akbar, la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu, la ilaha illa Allah lahul mulk wa lahul hamd, la ilaha illa Allah wala hawla wala quwwata إلا بالله. kwa hiyo kama mgonjwa atayasoma haya alafu afariki, lam tatamhu nar, huyo hataliwa na moto. Kwa hiyo mgonjwa anahimizwa ulimi wake usikauke ala dhikr. Na tabaan katika vitu ambavyo ni vipesi mgonjwa pia anaviweza ni pamoja na dhikrullah azza wa jalla. Aidan alhadith yadullu ala fadli dhikr, hadithi inaonyesha fadhila kwa ujumla ya kumtaja الله عز وجل. leo tukomee hapa tukiwa tumeshamaliza mlango huu wa 145. majlis ijayo insha Allah taala tutaendelea na milango inayofuata. hadha wallahu taala a'lam wa ala wahkam. subhanak allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. wa jazakumullahu khairan.